شركات الألعاب بتبدع وتتبارى في الخدمات، وعلى قمة شركات الألعاب هي سوني ومايكروسوفت مع البلاي ستيشن 5 مع الاكس بوكس سيريس اكس. لكن السؤال اللي بشوفه كتير جدا على القناة، واعتقد ان ناس كتير جدا محتاجة تفسير للسؤال ده، ايه هو الجيم باس وايه هو البلاي ستيشن ناو وايه الفرق ما بينهم؟ فالنهاردة مقارنة ما بين الاكس بوكس جيم باس وخدمة بلاي ستيشن ناو، وهنفصص الموضوع واحدة واحدة وهعرفك كل حاجة ان شاء الله. فارجوك شرفني بقى بان انت تعمل سبسكرايب وتنضم لأسرة القناة، كمل معايا الفيديو الاخر علشان اي كلمة بقولها في الفيديو مهمة جدا ما ترجعش تسأل عليها تحت في الكومنتات، لان الفيديو ده فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم فيرست ستيب جيمنج. لاول مرة بيتفرج عليا، انا اسمي كريم، بقدم مراجعات عن الالعاب وعن الاجهزة، ونورت القناة ونورت الفيديو. زي ما قلنا ان في خدمتين مهمين جدا وهم المتسيدين في عالم الكونسول دلوقتي، هم الاكس بوكس جيم باس والبلاي ستيشن ناو. الاكس بوكس جيم باس هي الخدمة اللي بيوفرها لك مايكروسوفت. مايكروسوفت بتوفر خدمة على اجهزة اكس بوكس، اكس بوكس سيريس اكس، سيريس اس، اكس بوكس 1، وعلى البي سي بما ان ويندوز من احد منتجات مايكروسوفت. على الجانب الاخر عندنا سوني بلاي ستيشن ناو. بلاي ستيشن ناو خدمة العاب برضو بتوفرها لك سوني على اجهزة البلاي ستيشن 4 وعلى اجهزة البلاي ستيشن 5. اول حاجة مهمة، المقارنة ما بين البلاي ستيشن ناو والاكس بوكس جيم باس مستحيلة. ليه؟ لان كل واحد بيخش مجال الالعاب بشكل مختلف او بصورة مختلفة، وده اللي انت هتفهمه في الفيديو. واول حاجة هنتكلم عليها وهي الخدمات. اكس بوكس جيم باس بيوفر لك مجموعة من الالعاب او مكتبة العاب تشبه نتفليكس. الالعاب دي قابلة للتنزيل، يعني بتنزل اللعبة على جهازك وتقدر تلعبها في اي وقت. والاكس بوكس جيم باس بيوفر لك جميع الالعاب قابلة للتنزيل ايا كان جيل اللعبة ايه، حتى العاب الاكس بوكس اوريجينال بيوفرها لك الاكس بوكس جيم باس. وده ليه؟ لان اجهزة اكس بوكس متعارف عليها ان هي بتشغل جميع الالعاب القديمة، على النقيض اجهزة بلاي ستيشن اللي ما بتشغلش الالعاب القديمة. بلاي ستيشن 4 ما بيقدرش يشغل الالعاب القديمة، لكن بيقدر يشغل العاب البلاي ستيشن 4 فقط، وجهاز البلاي ستيشن 5 يقدر يشغل العاب البلاي ستيشن 5 والعاب البلاي ستيشن 4، لكن ما يقدرش يشغل العاب البلاي ستيشن 3 او بلاي ستيشن 2 او بلاي ستيشن 1. ودي نقطة بتتفوق فيها اكس بوكس شوية، لكن البلاي ستيشن ناو بيوفر لك الالعاب دي عن طريق خدمة اللي اسمها الستريمينج، او كأنك بتتفرج على اليوتيوب، يعني بتلعب اللعبة عن طريق الانترنت، لكن ستريمينج، اللعبة ما بتنزلش على الجهاز بتاعك. الالعاب اللي قابلة للتنزيل فقط معظمها بيكون من العاب البلاي ستيشن 4، اما العاب البلاي ستيشن 3 والعاب البلاي ستيشن 1 وايضا بلاي ستيشن 2 هتقدر تلعبها بنظام الستريمينج، يعني لازم تكون متصل بالانترنت وهيسحب منك انترنت. ونصيحة، لو الانترنت بتاعك مش قوي او مش سريع يعني هتعاني معاناة الامرين. طيب بالنسبة للألعاب اللي متوفرة قد ايه؟ الألعاب المتوفرة على البلاي ستيشن ناو أكبر من عدد الألعاب المتوفرة على الإكس بوكس جيم باس. بلاي ستيشن ناو بيضم أكتر من 860 لعبة، معظم الألعاب ديت من الألعاب القديمة وبتحتاج تعملها ستريمينج، ودي النقطة اللي احنا قلنا عليها. ستريمينج يعني كأنك بتشغلها زي الفيلم، يعني على طول بتسحب منك انترنت وما بتتنزلش على الجهاز. لكن اكس بوكس جيم باس بيقدم لك 383 لعبة تقريبا، ممكن يزيد او يقله حسب تاريخ الفيديو، لكن الالعاب كلها متوفرة وتقدر تنزلها على جهازك وتلعبها في اي وقت. نظام تشغيل الالعاب، زي ما احنا قلنا ان العاب الاكس بوكس جيم باس بتقدر تنزلها داونلود كلها وتلعبها من على الجهاز، لكن هنا في نقطة هنتكلم فيها عن البلاي ستيشن ناو، وهي نقطة الستريمينج والداونلود. طب ليه انا هتكلم في النقطة دي مرة تانية؟ لان في حاجة عايزك تفهمها مهمة جدا. اوعى تفتكر ان انت هتاخد اللعبة ستريمينج بنفس الريزولوشن اللعبة اللي نزل لك داونلود. دقة اللعبة بتبقى اقل، الالعاب بتقطع، بتهنج، ممكن تقف منك وما تكملش اللعبة. طيب بالنسبة لخدمات التخزين، لو انت عندك بلاي ستيشن ناو وبتلعب لعبة من العاب البلاي ستيشن ناو ايا كانت اللعبة دي ايه، سوني بتدعمها من التروفي سيستم وبتدعمها من السيف داتا. يعني لو انت بتلعب لعبة على البلاي ستيشن ناو وسيفت اللعبة، السيف بتاع اللعبة بيفضل متخزن على اشتراك البلاي ستيشن ناو بتاعك، وهترجع تكمل اللعبة من نفس المكان، فما فيش اي مشكلة. بالنسبة للاكس بوكس جيم باس، بيانات تخزين اللعبة بتاخد مساحة من الجهاز لان اللعبة بتبقى نازلة على الجهاز. يا رب النقطة دي تكونوا فهمتوها ما فيهاش اي لبس. طيب ليه بقى اكس بوكس بتقدر تشغل كل الالعاب القديمة والجديدة داونلود وبلاي ستيشن ما بيقدرش يعمل الموضوع ده؟ زي ما احنا قلنا الاميوليشن، ودي نقطة بقى انا احب اتكلم فيها شوية. سوني عندها القدرة ان هي تعمل اميوليشن لالعاب البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 1، حتى العاب البي اس بي والبي اس فيتا،
وده اللي شفناه في اجهزه البي اس بي والبي اس فيتا، ان الستور بتاعهم وحتى ستور بلاي ستيشن 4 في العاب للبلاي ستيشن 2 والبلاي ستيشن 1. فالسؤال، هل سوني بتوفر فلوس؟ ده انا ما عنديش عنه اجابه، لكن اعتقادي الشخصي ان سوني بتحاول توفر فلوس وان اللعبه ما تكونش موجوده بشكل مجاني. اكس بوكس عادتها من اول اكس بوكس 360 لغايه الاكس بوكس سيريس اكس، الجهاز القديم بتشغله عادي جدا، يعني اجهزه 360 بتشغل اجهزه الاكس بوكس اوريجينال، اكس بوكس 1 بيشغل العاب 360 وبيشغل العاب الاكس بوكس اوريجينال، الاكس بوكس سيريس اكس وسيريس اس بيشغلوا العاب الاكس بوكس اوريجينال والاكس بوكس 360 والاكس بوكس 1. وهنا هنتطرق لنقطه ثانيه في موضوع الالعاب، حتى وقتنا هذا ما شفناش اي العاب من العاب البلاي ستيشن 5 موجودة على البلاي ستيشن ناو، العاب البلاي ستيشن 4 بس، او الالعاب اللي ممكن يبقى ليها ابجريد للبلاي ستيشن 5 زي ريد ديد ريدمشن، وريد ديد ريدمشن ملهاش ابجريد داونلودبل، لكن الصورة بتتحسن شوية على البلاي ستيشن 5. الاكس بوكس جيم باس على النقيض بيقدم لك كل الالعاب اللي بتنزل جديدة والحصريات المؤقتة الاكس بوكس، يعني كل العاب مايكروسوفت الجديدة وحصريات مايكروسوفت المؤقتة زي اللعبة اللي نزلت من فترة لعبة ذا ميديوم، وهي لعبة مش حصرية الاكس بوكس، نزلت على الجيم باس مجانا، لكن على بلاي ستيشن كان لازم تشتريها. ولعبة سايكوناتس 2 اللي نزلنا ان شاء الله الشهر ده هتنزل اولا على الاكس بوكس جيم باس، ثم بعد كده هتنزل على بلاي ستيشن، وهتنزل على بلاي ستيشن بفلوس مش مجانا. ودي نقطة قوة بقى نشوفها في الجيم باس، ان الجيم باس بيقدم لك فاليو، بيقدم لك قيمة، ان الالعاب الجديدة بعد الاستحواذات الخارقة اللي عملتها مايكروسوفت هتنزل لك ببلاش. البلاي ستيشن ناو بينزل لك العاب قويه، مش هنقول ان الالعاب وحشه، لكن الالعاب بتقعد فتره قليله جدا وبعد كده بتمشي من على البلاي ستيشن ناو. وحصريات سوني اللي بتنزل على البلاي ستيشن ناو بتنزل بعد ما تكون اتهرت وكل الناس لعبتها. فانا بالنسبه لي البلاي ستيشن ناو بيتمحور في الالعاب القديمه اكتر من الالعاب الجديده، يعني انا بحب الالعاب القديمه اللي على بلاي ستيشن ناو اكتر من الالعاب الجديده، لكن ده بصراحه بيهرني انترنت والستريمينج مش منتظم ودي مشكله كبيره. هنتكلم هنا بقى في جودة الألعاب، أنهي ألعاب أقوى، اللي على الجيم باس ولا اللي على بلاي ستيشن ناو؟ وهنا دي بقى ترجع لتقديرك الشخصي. ألعاب سوني لا نقاش عليها، محدش يقدر يتناقش ويقول ألعاب سوني وحشة، 90% من الألعاب اللي بتنزلها سوني ألعاب قوية جدا. في الجيم باس هتلاقي ألعاب برضو قوية جدا، لكن اكس بوكس بتشتهر أكتر بألعاب الاندي وألعاب الريسينج وألعاب السبورتس، لان من ضمن اشتراك الجيم باس وهو الاي اي بلاي او اشتراك اي اي اللي بيقدم لك فيفا ونيد فور سبيد وكل التايتلز اللي بتنزل من شركه الكترونيك ارتس. طيب السؤال اللي بتساله دايما، هل فيفا 22 يا كريم هتنزل على الجيم باس؟ لا، فيفا 22 بتنزل على الجيم باس بعد ما يكون عليها عدى 6 شهور تقريبا او نص السنه، يعني في اواخر عمر اللعبه هتنزل لك على الجيم باس، لكن مش في اول اللعبه طبعا، لان شركات الالعاب برضو عايزه تكسب. على النقيض بلاي ستيشن ما بتلاقيش الالعاب الجديده متوفره على البلاي ستيشن، فجوده الالعاب هقول ان هي متساويه، لكن الالعاب اللي واخده 90% فاكثر موجوده على البلاي ستيشن، لكن للاسف هي مش جديده، العاب كتير موجوده على الاكس بوكس جيم باس كتير جدا، العاب حلوه واخده فوق ال 90%، لكن الميزه اللي بتميز الاكس بوكس ان الاكس بوكس الالعاب الجديده بتنزل عليه، ومش شرط يكون الحصريات، في ناس بتحب تلعب العاب مثلا زي فاينل فانتسي، زي ذا ويتشر، زي ريد ديد ريدمشن، زي جي تي اي، الالعاب دي مش العاب حصريه، انا ما اروحش اشتري بلاي ستيشن مثلا عشان العب بس عليه جي تي اي، لان اللعبه دي هتلعبها هنا او هتلعبها هنا، لكن لو انت من عاشقين حصريات سوني زي هورايزون، زي سبايدر مان، زي جاد اوف وور، وعايز تلعب الالعاب دي مش هتقدر تلعبها الا على بلاي ستيشن. الناحية التانية حصريات اكس بوكس انا مش شايف ان هي قوية، لكن قوة الاكس بوكس في الجيم باس اللي بينزل لك العاب من داي 1 او من الاصدار مجانا، مش محتاج تدفع $60 و $70. وهنا نقطة نقاش مهمة بقى خارج موضوع الفيديو، هل انت شايف، وسؤال بسأله الناس كلها، هل انت شايف ان انت تشتري كونسول ثمنه في الوطن العربي دلوقتي واصل لل$1000 علشان تلعب لعبة واحدة او لعبتين انت مستنيهم طول السنة واللعبة تمنها $70، ولا تشتري كونسول وتدفع له اشتراك بسيط وتاخد عليه العاب كتير جدا هتوفر معاك؟ وهنا بقى هنتكلم عن نظام التشغيل. البلاي ستيشن ناو متوفر على البلاي ستيشن 4 ومتوفر على البلاي ستيشن 5، وطبعا الناس اللي عندها بلاي ستيشن 5 بتستفيد في العاب البلاي ستيشن 4 اللي موجوده على البلاي ستيشن ناو بريزولوشن اقوى واعلى، لكن لا زال البلاي ستيشن ناو بيقدم خدمه الاستريمنج وليست خدمه الداونلود، يعني الالعاب مش موجوده على جهازك. البلاي ستيشن ناو برضه بيقدم لك خدمه اللعب اونلاين، ودي نقطه بقى
فيها حتة كده محورية يا ريت تفهمها وتستوعبها معي. اي لعبة بتلعبها على البلاي ستيشن ناو هي مفتوحة اونلاين لان انت مشترك في البلاي ستيشن ناو. طيب لو انت بقى نزلت اللعبة دي وعملت فيها بروجرس معين هل ينفع تلعبها اونلاين بالبلاي ستيشن بلس؟ لا، لان جهاز البلاي ستيشن بيعتبر ان لعبة البلاي ستيشن ناو ونفس اللعبة اللي انت شاريه من على الستور او من على البلاي ستيشن بلس هما لعبتين مختلفتين. يعني السيف داتا بتاعت دي غير السيف داتا بتاعت دي، السيت اب بتاع دي غير السيت اب بتاع دي، لان نوعية الاشتراك اللي انت اشتريت منه اللعبة مختلف. انت اشتريت هنا من على بلاي ستيشن ستور ومن هنا من على بلاي ستيشن ناو او من على بلاي ستيشن بلس، فالموضوع مش راكب على بعض. الميزه بقى في الجيم باس ان هو بيقدم لك خدمه اللايف جولد، وهي الخدمه التي توازي البلاي ستيشن بلس او خدمه اللعب اونلاين. بلاي ستيشن بلس بيديك العاب مجانيه كل شهر لعبتين او ثلاثه، الاكس بوكس لايف جولد برضو بيديك لعبتين او ثلاثه من جميع الاجيال، وده فرق كبير جدا ما بين البلاي ستيشن ناو والاكس بوكس جيم باس. اكس بوكس جيم باس متوفر تقريبا في كل دول العالم، يعني ايا كان جهازك حتى لو عامل اكونت امريكي اماراتي اكونت موزمبيقي مثلا، اكس بوكس جيم باس هيتشتغل معاك بدون مشاكل، مفيش اي مشكله. لكن للاسف بلاي ستيشن ناو مش متوفر في جميع انحاء العالم، متوفر في شويه دول بعينها. فلو حضرتك عامل اكونت امريكي مثلا وبتستخدم البلاي ستيشن ناو من المملكه العربيه السعوديه او من الامارات، سيرفرات الانترنت بتقفل خدمة البلاي ستيشن ناو، فمش هتقدر تستفيد منه بأي شيء، لكن اكس بوكس جيم باس هتقدر تشغله مفيش أي مشكلة. ايه التاني بقى يهمنا في نظام التشغيل، وهو أذكى سؤال أنا بتسأله في القناة، يعني من أذكى الأسئلة، وهقوله لك تاني علشان أنا رديت على السؤال الذكي ده بتاع حوالي 6-7 مرات تقريبا. وأنا لو جبت لعبة من على البلاي ستيشن ناو أو من على الاكس بوكس جيم باس وما دفعتش الاشتراك يا كريم، اللعبة هتشتغل معايا؟ لا مش هتشتغل معاك، بطل ذكاء وتحايل الله يكرمك. انا بحس ان احنا كده في الوطن العربي بنحب نتحايل على الشركات، مش عايزين ندفع فلوس. انا عارف ان الحالة ضنك عليكم وعلينا يعني، وان الموضوع صعب، لكن هو ده واقع الاشياء. حضرتك بتستفيد من خدمة يبقى لازم تدفع ثمنها. ينفع حضرتك تدفع الانترنت، فاتورة الانترنت بتاع بيتكم مرة واحدة ويفضل مكمل معاك؟ اظن لا، هتحدى ذكائك برضو مرة تانية. ينفع تدفع فاتورة تليفونك وبعد ما الشهر يخلص ما تدفعهاش تاني ويفضل خطك شغال؟ برضو لا. ينفع مثلا الكهرباء شغالة زي الكهرباء اللي انا مشغلها ومنور لكم بيها الاضاءة دي تفضل شغالة معايا ومن غير ما ادفع الفاتورة؟ لا. فالبلاي ستيشن ناو والجيم باس والبلاي ستيشن بلس واي خدمة انت بتستخدمها لازم حضرتك تدفع ثمنها. فارجوك بلاش السؤال هو انا لو نزلت لعبه هتفضل شغاله معايا؟ لا مش هتفضل شغاله معايا، قولا واحدا بقى عشان انا زهقت من السؤال ده بصراحه. النقطه اللي بعد كده في نظام التشغيل، كلا الاشتراكين البلاي ستيشن ناو والاكس بوكس جيم باس بيشتغلوا على البي سي. اوبا جديده دي صح؟ يعني لو انت عندك بي سي تقدر تشترك في خدمه بلاي ستيشن ناو وتلعبها من على البي سي، لكن في تريك صغير ان خدمات البي سي بتقدم لك خدمه الاستريمنج فقط وليست خدمه الداونلود، لكن فيها ميزه ان كل الالعاب اللي متوفره على البلاي ستيشن ناو تقدر تلعبها على البي سي، لكن زي ما قلت لك استريمنج فقط. وهنا هنيجي لخدمه البي سي في الجيم باس. الجيم باس بيقدم لك 3 اشتراكات، اول اشتراك كونسول اونلي يعني اشتراك يخص الكونسول بس، والاشتراك اللي بعديه يخص البي سي بس، ثم عندك حاجه اسمها الجيم باس التيميت. والجيم باس التيميت بيقدم لك خدمات لايف جولد وبيقدم لك خدمات البي سي وخدمات الكونسول، زائد بيديك اشتراك اي اي بلاي او الاشتراك الخاص بالكترونيك ارتس جيمز. نفس الاشتراك ده موجود على بلاي ستيشن لكن مش متضمن داخل البلاي ستيشن ناو، لازم تشترك فيه لوحده، يعني تشترك في بلاي ستيشن ناو وتشترك في ده لوحده ثم تروح تشترك في بلاي ستيشن بلس. فدي الميزه والادفانتج اللي بياخدها الجيم باس شويه عن البلاي ستيشن ناو. بعد ما اتكلمنا عن كل التفاصيل دي هنيجي بقى في نقطه مهمه وهي نقطه الاسعار. خدمه البلاي ستيشن ناو تقريبا واحسن خدمه انت تاخدها السعر، وهو ان انت تاخدها في السنه بحوالي $60. اكس بوكس جيم باس بيوفر لك الخدمة، اول اشتراك اول مرة تشترك الشهر الاولاني بيبقى $8 ثم كل شهر بيبقى تمنه $15. طب انت وفرت ايه بقى في الليلة دي؟ كده البلاي ستيشن ناو ارخص، لكن انت مشترك في بلاي ستيشن ناو من غير بلاي ستيشن بلس، والبلاي ستيشن بلس $68 في السنة برضو، فهنا شوية الجيم باس بيبقى متفوق. ولو اشتركت في اي بلاي هتدفع فلوس زيادة، فالجيم باس بيوفر لك اشتراك الجيم باس زائد ان انت تشغل جيم باس على البي سي وعلى الكونسول، بيوفر لك ايضا اشتراك اللعب الاونلاين، واللي برضو اتعدل وبقى فيه حاجه كويسه ان الالعاب الفري ما عادتش محتاجه اصلا اشتراك اونلاين زي فورتنايت وور زون وغيرها، وايضا بيوفر لك اشتراك اي اي بلاي. واللي جاي كمان ان اكس بوكس هتعمل اكس بوكس اني وير
ودي الميزة اللي بتخلي الاكس بوكس يشغل الكلاود جيمينج احسن. حتى وقتنا هذا الكلاود جيمينج على الاكس بوكس لسه ما يعتبرش البرودكت الاساسي، لكن من خلال اشتراكك في الجيم باس ألتيميت هتقدر تلعب العاب الاكس بوكس على موبايلك او على التابلت بتاعك في اي مكان ايا كان، حتى لو انت بعيد عن الكونسول بتاعك مش محتاج تعمل الريموت بلاي اللي بيقدمه لك البلاي ستيشن. فبالتالي من رايي الشخصي انا بحس ان الجيم باس بيوفر فلوس اكتر، لان الالعاب اللي بتنزل جديده تمنها غالي على بلاي ستيشن. وهنا بقى هنيجي لحاجه مهمه وهي الخلاصه، ايه بقى مين اللي احسن يا كريم، الجيم باس ولا البلاي ستيشن ناو؟ حب اقول لك عزيز المشاهد ان ده حاجه وده حاجه تانية مختلفه خالص. دي ستريمينج سيرفيس بتقدم لك العاب البلاي ستيشن بشكل ان انت تقدر تلعب الالعاب القديمه، لكن الجيم باس هو الاعتماد الاساسي للاكس بوكس. خلاص اكس بوكس ما عادتش بتعتمد على بيع الاسطوانات والكلام دوت، لكن بقت بتعتمد على الجيم باس بشكل اساسي. سوني لا زالت بتحب حصرياتها، سوني لا زالت محتفظه بكيانها كشركة من اقوى شركات الجيمينج اللي بتعمل حصريات قوية، وده اللي بيميز كونسول بلاي ستيشن عامه. بلاي ستيشن 4 او بلاي ستيشن 5 نقطة قوته وهي الالعاب، فخدمة بلاي ستيشن ناو وخدمة اكس بوكس جيم باس مختلفين في السياسة بتاعتهم، فما ينفعش نقارنهم ببعض. وبصراحة عشان انا عارف ان في ناس هتيجي في الكومنتات وتقول لي انت بتفضل كذا او بتفضل كذا، انا مراجع يا جماعة ما بفضلش حاجة عن حاجة، انا بقول لك الحقيقة. انت بقى مش متقبلها ده موضوع يخصك، لكن البلاي ستيشن ناو والجيم باس كلاهما كويسين، كلاهما بيقدموا لك خدمة احسن، لكن نتمنى من سوني ان هي تاخد الموضوع بابروتش افضل من كده. اعتقد ان في المستقبل سوني ممكن تضم البلاي ستيشن بلس بالمجموعة بتاعت البلاي ستيشن بلس اللي موجودين دلوقتي على البلاي ستيشن 5 العشرين لعبة دول اللي هي العاب قوية جدا، وتضمها للبلاي ستيشن ناو، وياريت يفتحوا في بلاد اكتر من كده، ياريت يبقى الموضوع عالمي. ده لو حصل هيبقى نقطة قوة كبيرة جدا للبلاي ستيشن، واعتقد ان البلاي ستيشن بتفكر في ده. وتخيلوا بقى لو كمان الكوليكشن بتاعت البلاي ستيشن بلس دي بقى يتضاف ليها العاب كل فترة ينزل لها العاب تانية، هتبقى مزيكا بصراحة. فمين احسن من مين؟ مفيش حاجة احسن من التانية، كل واحد بيفضل الخدمة اللي متفصلة على مقاسه. لو انت متفصل على مقاسك بلاي ستيشن 5 او بلاي ستيشن 4 مع بلاي ستيشن ناو روح اشتري. لو انت متفصل على مقاسك وعجبك قوي موضوع الجيم باس اللي بيديك فيتشرز كتير جدا برضه روح اشتري جيم باس، لكن الموضوع مش خناقه. طب انت قلت بقى ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، ايه بقى المميزات وايه العيوب؟ هنعيد تاني ونقول ان مميزات الجيم باس ان انت تقدر تشغل بي سي، تشغل كونسول، تشغل كلاود جيمنج. مميزات الاكس بوكس جيم باس برضو ان سعره بالنسبه للي بيقدمه لك كويس جدا، زائد ان هو مجموعه اشتراكات كده في بعض. طيب بالنسبه للبلاي ستيشن ناو، مميزات البلاي ستيشن ناو ان هو في كميه العاب كبيره جدا، 860 لعبه، يعني لو انت مسكت لعبه مش هتخلص لما يبقى عندك 60 سنه تكون خلصتهم. الميزه الثانيه برضو اللي انا شايفها ميزه وعيب في بلاي ستيشن ناو، ان الالعاب اللي فيها ستريمينج او الالعاب القديمه مش محتاج ان انت تاخد لها مساحه على الجهاز. فالستريمينج ده لو انت عندك انترنت قوي هتستمتع بيه جدا، لو انت عندك انترنت ضعيف هيبقى عيب، ودي احد المميزات والعيوب اللي موجوده في البلاي ستيشن. بذكر العيوب بقى، احنا قلنا ان عيب موضوع الستريمينج، العيب التاني في البلاي ستيشن ناو ان هو مش متوفر في جميع دول العالم، زائد ان سعره بالنسبه للي هو بيقدمه لك انا شايف ان هو غالي، ينزل بنص السعر دوت ويتضاف عليه بلاي ستيشن بلس. انا شايف ال $60 دول اخد بيهم بلاي ستيشن ناو وبلاي ستيشن بلس. وهنا بقى هنتطرق لعيوب الاكس بوكس جيم باس. مفيش حاجه بيرفكت يا جماعه ومفيش حاجه تخلو من العيوب. والنقطه بقى اللي انا شايفها في الاكس بوكس جيم باس اللي ناس كتير مش شايفينها، ان معظم التايتلز القويه موجوده في سوني لكن مش موجوده في اكس بوكس. بمعنى العاب اكس بوكس وحصريات اكس بوكس اللي لسه ما نزلتش اصلا، مش هنتكلم بقى عن جيرز وفور وفورزا وبتاع، لا هنتكلم في شويه الالعاب الخفيفه. شويه الالعاب الخفيفه دي انا شايف ان هي لا ترقى ان هي تبقى تستاهل ان انا ادفع فيها فلوس. يعني في العاب كتير جدا على الاكس بوكس جيم باس مجرد العاب اندي، ما ينفعش اقول العاب الاندي وحشه، انا ما بقولش العاب الاندي وحشه، في العاب قويه جدا، لكن في العاب اندي كتير جدا على الاكس بوكس جيم باس ملهاش لازمه. انا شايف ان هما بيحشوا حاجات كده ملهاش لازمه، لكن في العاب كتير جدا كتير جدا قويه، فبيخليك تغض البصر كده عن الموضوع ده شويه. الحاجه الثانيه وهي الكونكشن بتاعه الاكس بوكس لايف. كونكشن الاكس بوكس لايف لازم كل مره اكونكت على الاكس بوكس لايف من الجهاز بتاعي قبل ما العب اي لعبه،
حتى لو اللعبة موجودة على الجهاز عشان يقدر يعمل confirmation ان حضرتك فعلا مشترك في الجيم باس. ودي نقطة انا شايف انها بتزعجني جدا، لكن هي حاجة ضرورية، لان ساعات وانت بتعمل connect يقولك cannot connect to Xbox Live. ده مش معناه ان الشبكة واقعة، لا، انت محتاج تدوس confirm تاني وتconnect تاني او تراستر الجهاز بتاعك، وفي الاخر الاتصال بيتم وبيتحقق. لكن بصراحة انا بحب السلاسة في التعامل. طيب هيجي حد برضو خبرته ضعيفة في المواضيع دي كلها وما فهمش مني ولا كلمة من اللي انا قلته، ده كل اللي انا بقوله ده حمادة بالجنزبيل، هيجي يسألني يقول لي هو انا لازم انترنت علشان العب على الاكس بوكس جيم باس او على البلاي ستيشن ناو؟ فرد على نفسك، لازم تجيب انترنت، لازم يبقى عندك انترنت، لازم الجهاز يبقى متوصل بالانترنت. وخليك حريص جدا لما تدفع فلوس في اشتراك بلاي ستيشن بلس او بلاي ستيشن ناو او اكس بوكس جيم باس وتشتم حد او تعمل مشكله ويجي لك بان. السؤال اللي انا برضو بنتظره، الاكونت الارجنتيني، الارجنتيني الدنيا فيها رخيصه، فانا هعمل اكونت ارجنتيني علشان اجيب حاجات من على الاكس بوكس. والله هو في خبر وفي ناس كتير اتكلمت في موضوع الاكاونت الارجنتيني، انا ما بطلعش اشاعه وانا مش متاكد من الكلمه اللي انا بقولها دي، لكن الاكاونتات الارجنتينيه اللي موجوده من خارج امريكا الجنوبيه او دوله الارجنتين، ناس كتير بقى بيجي لهم بان على الاكاونتات دي في اكس بوكس، ونادرا اصلا ما حد بياخد بان لاكاونت اكس بوكس. اكس بوكس اسهل شويه من سوني في موضوع البان ده، فابعد عن الاكاونت الارجنتيني، ولو انت هتعمله يبقى على مسؤوليتك الشخصيه. انا ما قلتش حاجه في الفيديو ده. رب يكون الفيديو عجبكم وفهمكم حاجات كتير. مستني اسئلتكم في الكومنتات. لو حد عنده سؤال شخصي يخصه هو لوحده، استاذنك تروح منطقه المنتسبين في القناه وتنتسب علشان يطلع جنبك الايكون الصغير ده علشان اقدر اشوف الكومنت بتاعك وارد عليك مباشره. وطبعا بشكركم على الدعم الخرافي، احنا خلاص قربنا لل100,000. مش هقول لكم بقى وصلوني ل100,000 مشترك، هنقول ان احنا عايزين نوصل ل500,000 مشترك. رد علينا بقى في الكومنتات، ايه رايك، اكس بوكس جيم باس ولا بلاي ستيشن ناو؟ كان معاك كريم من قناتك فيرست ستيب جيمنج، اشوفك في الفيديو اللي جاي، مع السلامه.